في النهاية كابتن شريف اتحاد الكرة قاعد واللعيبة مش هيحصل لها حاجة، وإيهاب جلال هو ضحية، هو الأزمة وهو الضحية بالظبط. بص يا كابتن إسلام، أنا بتفق زي ما حصل مع حسام البدري. بالظبط، ورغم إن حسام البدري ما كانش برضه كسب، ما كانش خسر. أنا بتفق مع كابتن صلاح طبعا في كل اللي قاله، بدليل يعني أنا دلوقتي قدام موقف كالآتي: اتحاد كورة خد قرار بمدير فني، المفروض إن أنا عشان أخد قرار باختيار مدير فني لازم أكون درست كويس قوي واخترت كويس قوي وبختار عن اقتناع، لأن أنا أعلى سلطة في كرة القدم في مصر أنا اتحاد الكرة، وبالتالي لما أقول لكابتن صلاح مدير فني بقى أنا مقتنع بكابتن صلاح، وإلا أبقى أنا استعجلت زي ما قال كابتن صلاح. فالمفروض إن هو اختار صح، يبقى لازم أنا أقف ورا الاختيار بتاعي بقوة لأن أنا اخترت صح. طب لو أنا ما اخترت صح بقى العيب فيا أنا مش في إيهاب جلال، بمعنى إن أنت لما اخترت عن عدم اقتناع أول ريح شوية هزة جات كده في السكة بعد 10 أيام وأقل من 10 أيام أقلت الراجل، ده معناه إن أنت مختاره يعني إيه؟ لا أنا عايز إيهاب جلال، لا مش عايزه، عايزه لا مش عايزه، ينفع لا ما ينفعش ده. طب يبقى أنت ما درستش صح ولا اخترت صح، وبتختار لمين؟ مش لمنتخب أولمبي ولا منتخب شباب، ده أنت بتختار لمنتخب مصر اللي بيقوده بمين؟ لعيب من أحسن 3 لعيبة في العالم. يعني لازم يكون مدير فني اختياره السي في بتاعه قوي، شخصيته قوية، مدرب عالي، يقدر يتعامل مع النجوم ديت ويقدر يتعامل مع نجم زي محمد صلاح. واحنا طيب شفنا ان بعد الماتش الاولاني صلاح قال لك انا تعبان وراح صيف. فانت لما اول خبطه قمت شايل ايهاب جلال، انت غلطان في اختيارك. ايهاب خلاص شال البيعه واتظلم، لانه مفيش في العالم حد بيقيم مدرب على 10 ايام. يعني انا دلوقتي لو جبت احسن فرقه في العالم للكابتن محمد صلاح ومدير فني كبير وقلت له، وانا اشتغلت مع كابتن صلاح وعارف هو بيفكر بيشتغل ازاي، طبعا اشتغلت معاه، قلت له خد يا كابتن صلاح مدرب كويس؟ كابتن صلاح طبعا مدرب كويس يعني. والا ما بقى له 30 سنه بيدرب ازاي يعني؟ لا انا بهزر. واخد بالك؟ فلو قلت له كابتن صلاح وهو يرد عليا خد الفرقه ديت بس انا عايز بعد 10 ايام نتيجه، انت عارف هيقول لي ايه؟ غير اللي هيقوله لي على جنب، يعني هيقول لي حاجه ما تسالنيش الا بعد 3 اشهر عشان اكون ركبت التركيبه اللي انا عايزها، عينيا وقعت على الاختيار الصح، عملت التروس في بعض صح، وعملت التجانس والانسجام والاداء يبقى فيه تناغم جوه الملعب، بقى فيه شكل فرقه، حاسبني بعد 3 اشهر عشان اقول لك انا عملت فرقه صح. انما بعد 10 ايام ده ولا ساحر ولا احسن مدرب في العالم تقدر تقيمه بعد 10 ايام. 10 ايام ايه وانت عندك لعيبه مجهده ومحطمه كل 3 ايام ماتش يا كابتن، كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش، ويجي اللعيب مش قادر بعد 10 دقايق يجي له كرامبات ويرفع رجله لفوق، واللي عايز يغير واللي بيلعب في الاهلي وبيلعب في 4 بطولات في الاهلي ويروح في السكه كده ماتشين في المنتخب، كل ده اجهاد ودوري غير منتظم. السبب ايه؟ برضه الاداره. ليه الاداره لما اصروا من ساعه الكورونا عدم الغاء الدوري ولازم نكمل؟ يا جدعان فرنسا لغت الدوري، انتوا مستنيين ايه؟ الغي الدوري، رد على نضيف. لا طيب، لازم نكمل ونلحم في بعض.